يا أخي كم بلغت من العمر؟ بلغت 20، بلغت 30، بلغت 40، بلغت 50، أوشكت أن تبلغ 60 مثلي، بلغت 70. انظر إلى الدنيا قبلها، قبل وراءك التي خلفتها، أين هي؟ أين هي؟ مدحك الناس، أين هم؟ وجدت مالا، أين هو؟ دنيا كلها ذهبت، لكن بقي العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفلا نتعظ؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نصلح ما بقي؟ أفلا ندرك أن الحجة قامت علينا فلم يبقى لنا عذر؟ بلغنا 40 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 50 وتيقنا من الحقيقة، بلغنا 60 وتيقنا من الحقيقة، ما بقي لنا عذر. أفلا ننصح لأنفسنا؟ يا عبرة يا إخوة، ربكم كريم جعل العبرة بالخواتيم. مهما أسرف الإنسان فيما مضى فليبشر ببشارتين: الأولى أنه يستطيع أن يهدم كل ما مضى من عمل سيء بتوبة صادقة. والله الكريم الرحيم لا يغفر له فقط، بل يغفر له ويفرح به ويقبل إليه ويبدل سيئاته حسنات ويثيبه. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية أن العبرة بالخواتيم. يا عبد الله أصلح ما بقي من عمرك وأبشر بالخير.